الفعل اللازم والمتعدي. الفعل قسمين، اللازم والمتعدي. فاللازم ما اكتفى بفاعله، مثل فرح الطلاب، والمتعدي ما لم يكتفي بفاعله بل يتعدى إلى مفعول به، مثل أكل الذئب نعجة. ومنها ما يتعدى إلى مفعولين، مثل أعطيت الفقير درهما. ومنها ما يتعدى إلى 3 مفاعيل، أنبأت إسماعيل النتيجة سارة. يبقى أنبأت فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، وإسماعيل مفعول أول، والنتيجة مفعول تاني، وسارة مفعول تالت. وزيها أعطيت الفقير درهما، أعطيت أعطى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والفقير مفعول أول، ودرهما مفعول تاني. أكل الذئب النعجة، أكل فعل ماضي، الذئب فاعل، والنعجة مفعول به. فرح الطلاب، فرح فعل ماضي، والطلاب فاعل. يبقى الفعل اللازم بيبقى ليه فاعل بس، أما الفعل المتعدي ليه مفعول أو 2 أو 3. التدريبات. السؤال الأول: واحدة من الأفعال الآتية فعل لازم. هيبقى الفعل اللازم الإجابة نامة. طب الأفعال اللازمة هي الأفعال اللي بتدل على إيه؟ بتدل على أول حاجة، أو فعل يدل على نظافة زي طهرة أو نظفة، وفعل أو فعل دل على لون زي أخضر أحمر أصفر، أو فعل دل على عرض غير لازم زي فرحة نشطة مريضة حزنة عطشة شبعة، أو دل على فعل على وزن انفعل زي انكسر انطلق، أو دل على وزن افعلل زي اطمأن اقشعر. كل دول أفعال لازمة مش بتحتاج مفعول به، بتقتصر على الفعل والفاعل. السؤال رقم 2: واحد من الأفعال الآتية فعل متعدي. أول حاجة عندنا الإجابة رقم جلس. لو قلنا جلس الطالب الجملة تامة، وفعل وفعل لا، يبقى ده لازم. طب رقم ب: ضحك الطفل، الجملة تمت المعنى، ضحك الطفل فعل وفاعل، يبقى ده لازم. قام الطالب، برضو الجملة تامة ادتني معنى، فعل وفاعل، يبقى لازم. الآخر رقم د: رميت السهم، يبقى رميت التاء الفاعل، يبقى ده فعل متعدي. يبقى الإجابة رقم د: رميت. السؤال رقم 3: واحدة من الأفعال الآتية يتعدي إلى مفعولين. هيبقى الإجابة رقم ب: أعطى. السؤال رقم 4: واحدة من الأفعال الآتية يتعدى إلى 3 مفاعيل. هتبقى الإجابة أنباء. السؤال رقم 5: املأ الفراغ في الجملة بالإجابات الصحيحة. يكسو الأدب صاحبه، هتبقى وقارا، علشان مفعول به، والمفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. السؤال رقم 6: املأ الفراغ في الجملة بالإجابة الصحيحة. رأيت نقط يجتنب المخازي، هتبقى الإجابة الحرة، عشان مفعول به والمفعول به منصوب بالفتحة.